أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حديث الغربة. حديثنا الليلة غادي يتطرق لواحد المسألة اللي تنتأسف وتتأسفوا لها واحد المجموعة كبيرة ديال الفاعلين من مغاربة العالم. كما تتعرفوا احنا الآن كاين بعض الدول اللي وصلت للجيل الخامس، كاين الجيل السادس اللي خلقوا هنا في هذه الدول الإقامة، وكلما اقترب شهر رمضان تنوليو نفكروا نجيبوا الأئمة من المغرب. أننا ما استطعناش هذه المدة كاملة نكونوا أئمة من هذا الشباب اللي خالق في الهجرة واللي غيتكلم باللغة ديال الشباب الآخرين وديال الأجيال الأخرى. أنا تنستغرب وما تتفكروش في هذه المسألة هذه، حتى شي واحد ما فكر فيها، لأنه تفكروا أو أنكم تتفكروا إلا في البناء وشراء المساجد والمدابزة على شكون اللي غيكون رئيس المسجد ومكتب المسجد. لأنه لو كانوا هاد الرؤساء وهاد الأعضاء ديال المكاتب ديال المساجد، فهناك واحد الأقلية لو كانوا في مستوى وكانوا عندهم مستوى دراسي عالي كانوا غيفكروا في الاستراتيجية المستقبلية لتكوين أئمة وخطباء داخل بلدان الإقامة، ماشي نستوردوهم من الشرق ومن المغرب. تنشريو المساجد مليون 3 مليون ديال الأورو إلى الدبزنة، تنمشيو نشريو مسجد آخر وتنديرو جماعة أخرى، مع العلم أننا تنضيعوا ديك الأموال وما تنفكروش كذلك في مقابر ديال المسلمين، لأن حتى تتشرى وما غيتشراش غالية كما ديك المسجد. تتفكر تشري المسجد تصلي فيه وكما شي وحدين ولاو غادي يفرضوا الصلاة بالتذكرة كأنك دخلت السينما. فالمسجد هو بيت الله، والمقبرة حتى هي مكان اللي غادي تخلد فيه، وهاد المقابر الإسلامية غادي يخفف العناء ديال السفر للمغرب والعناء كذلك ديال تنقل العائلات، لأنه ما نظنش أن الأحفاد والأجيال القادمة أنها غيتهود باش تسرق في قبر في المغرب، وانتم عارفين كيفاش هي المقابر ديال المغرب. إذن ما فكرتوش في أئمة اللي غيمكن يعودوا ديك الأئمة اللي تيجيو من المغرب ولا من دول أخرى، ما فكرتوش في مقابر اللي في المستوى اللي في هاد الدول ديال الإقامة، لأن تتفكروا دائما غبناء المساجد وشراء المساجد، ولا أعرف فين غيتوصلوا بهاد السياسة هذه، لأن المساجد وتخليوا الدراري الشوارع ويمشوا للتطرف فما عنده حتى شي جدوى. ففكروا جيدا في القضية ديال تكوين ديال الأئمة، لأن التأطير الديني يكون داخل بلدان الإقامة ما تكونش من خارج بلدان الإقامة. فكروا في بناء وشراء مقابر باش تدفنوا فيها المغاربة، وفكروا كذلك في فتح مجالات أماكن ديال ثقافية ديال هاد الشباب يجتمع فيه، ما يبقاش أنه تدور غير في الزنقة. وتتعرفوا الزنقة شنو هوايا اللي تتجيب إما المخدرات وإما الإجرام. فلنفكر جميعا في مستقبلنا.